call me a god. سوي صناعة قبل وبعدين نمشي للميشن. ويت ممكن اشتري من عندك قنابل لو سمحت. انت بعد في بائع خلفي هنا، نروح نشوف هذا البائع. مرحبا بكم في هذا الفيديو. شوف هنا راح نخلص بعض مهام التوصيل او مهام التجول ولا ايش اسمها هذه، المهام اليومية للامداد، صفقات امداد للمصنع الرئيسي. طبعا المصانع الجديدة حاليا ادفع لها المبالغ، بعدين بشوف اذا قدر اني اعطيهم من الحداد. أريده يصنع صراحة صناعة العناصر. نروح للقنابل ونصنع هنا أكبر كمية ممكنة قنابل منجنيق أو توربيدات. أصنع توربيدات. أوكي منجنيق بنصنع واحدة، والتوربيدات نصنع كل كمية. اوكي ونرجع. اتمنى انه يكون اوريدي حاطينهم في الشحنة. صواريخ لا، منجنيق عندنا كثير. ليش صنعت منجنيق عندنا كثير؟ طيب نقل الى الشحنة. توربيدات. اوه ايش هالرقم المخيف، معقولة صنعت كمية كبيرة من التوربيدات. نروح للجزيرة هذه، الجزيرة اللي جنبنا، نروح لها ونشوف أول شيء وش فيها من البيع، وبعدين احنا نواصل لهذا نشتري من عنده أو ننهى بالحصن ويعطينا توقع الريشة. هي ريشة الدقة الدقيق اللي هي راح تفيدنا في صناعة حاجة، وبعد 13 دقيقة يكون عندنا عملية سطو جديدة. فهل نقدر نخلص المهمة هذه في 10 دقائق؟ أتوقع نقدر. أتوقع نقدر. نشوف. ما أتوقع نقدر. لا. ما أتوقع نقدر، بس نحاول. ما شفت وش يبيع. كابتن ماي كابتن. نشتري هذا. البحار، وعندنا 12 دقيقة. اتوقع ما يمدينا لانك على بعد 2500. بعدين التدمير ياخذ منا وقت. ليفلهم عالي، بعدين المهام بتكون في هذا الاتجاه. لازم ارجع لفاست ترافل. هذا فاست ترافل بيكون، هذا بيكون فاست ترافل قريب منا. نشوف اذا يمدينا في 10 دقائق نخلص هذا المهمة ونرجع مباشرة لمهمة الاستحواذ اللي بينافسونا في ناس كثيرين. اتوقع هذا هو حصل برج حراسة. هذا هذا برج حراسة، بس اذا كان هو اللي اريده فافضل ان ادمجه من البداية. Fire!
يعني الحصن المنيع هذا سوى عملية نهب. وصلنا النهب ايوه. نبدأ عملية النهب عندنا 10 دقائق بالضبط، لازم نسيطر. حصن كبير صراحة. انفجر بنموت الا اذا قدرنا نباور. لمدة 25 ثانية القادمة يمدوني و بطيح 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 بطيح. لازم اني اراوغ قدر ما اقدر. لد الثانيتين اوكي. نكمل العملية. نطيح هذا اوكي. هذا كان الدفاع جيد. ناقص نشوف ما نقدر ندمج هذا الحصن مرة ثانية. اوكي درب حلو. اوريدي دقيقتين مضت. العملية بس المشكلة ان اسلحتنا مداها قريب، بنحاول نستخدم كل انواع الاسلحة الموجودة. نحاول ندمر هذا الحصن. بيطيح اوريدي. نشوف هذه الهجمة الحالية.
نقدر ما باقي الا 5 دقائق. مشكلة ان لما تركز على السفن اللي جنبك نواصل العملية. ما بس نصيبهم صراحة. مشكلة هنا. دمجهم. دمج اي دمج لازم اقترب سريع. حاولت اني اخذ دامج اعلى ما يمكن. انه في تدمير الحصن. بس للأسف إني لازم أخذ لي شوية وجبة. For God's sake! For God's
بعدنا نحاول ندمر السفن هذا. اوكي وصلت لهذه وانا لازم اراوغ قدر الامكان لاني بموت في 10 ثواني. اذا ما باقي سفينة واحدة باقي سفينة واحدة ما كنت اتوقع انه هذا بتاخذ علي وقت كثير، بس الحقيقة انها ما اخذ وقت كثير. ابطال السفينة واحدة بس، ما اعرف كيف اوصلها. هذه هي السفينة. اوكي ضربناها بس ما بقى لها شيء. بس الحين نرجع للحصن. ما اعرف اذا هذا تضرب الحصن. ما انتبهت انه في سفينة خلفي، بس الحظ اللي عندي هلف بس افكر اني اركز على هذا الحصن، بس ما اعرف اذا كانت القلعة او الحصن كامل اللي المفروض اني ادمره. دمرنا الأول، بس شكله إنه القلعة كامل. أنا ما أقدر أسوي دمج متتالي. والسفينة بعيدة عني. بيروغوني بسهولة. لا والله ضربتهم بالحظ. نشوف هنا وش اللي نقدر.
اوكي هذه الإصابة المفروض انها تكون إصابة زينة. هذا تقريبا الهنا ايش صار؟ حلو وقال مرة ندلق هذا ما خلصنا مشكلة السفينة ما جالسة اوكي من قبل ضاغط وقفت السفينة وقفت أنا قاعد أتحرك أوكي نكمل ما بقى كثير راح ناخذ اللوت ليش انتهى النهب لا لازم ما تموت ابدا لا ما اعرف الحين يس كابتن as you wish موقع يتآخر خسرت وقت والله خسرت وقت كثير وخسرت صراحة المفروض هذا اللي ارجع لهم بس لما اكون قادر اني اواجههم مرة كان صعب ضيعت صراحة